أصدر الاتحاد الدولي بطاقة مؤقتة للاعب سعيد المولد لاعب نادي فارتيزي البرتغالي بعد رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال بطاقتها الدولية لصالح الفريق البرتغالي الذي احترف فيه المولد بداية هذا الموسم ولم يتم الكشف عن مدة البطاقة المؤقتة. اليوم صدر قرار من لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرار أنا بشرح لكم إيش تفاصيله. القرار طبعا يمنح اللاعب السعودي سعيد المولد بطاقة دولية مؤقتة تسمح له بالمشاركة مع النادي فارنزيا البرتغالي. القضية طبعا أخذت فترة طويلة وأنتم متابعين الموضوع كله من أوله لآخره، وكانت تأكيدات الاتحاد السعودي لكرة القدم نيابة أيضا عن نادي الاتحاد السعودي اللي هو الطرف الآخر اللي سجل اللاعب لمصلحته أنه الموقف سليم قانونيا من كل النواحي. اللي حصل أن اللاعب تقدم بشكوى مع وكيله فهر الطيب وكيل التعاقدات، تم تقديم شكوى وقضية إلى لجنة أوضاع اللاعبين، وكان من المفترض أن يتخذ القرار النهائي يوم الجمعة الماضي. احنا اليوم الثلاثاء، واليوم الثلاثاء يعني من أربع أيام كان لازم لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا تصدر قرار نهائي في قضية سعيد المولد مع نادي الاتحاد. لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم دفوعاته في 91 صفحة، ملف فيه 91 صفحة قدمها للجنة أوضاع اللاعبين. الفيفا طبعا تفاجأ أنه هذا العدد الكبير من الأوراق لا يمكن يعني ينظر فيه بالشكل العادي، فتم تخصيص قاضي متفرغ لهذا الموضوع لمدة أسبوع، تفرغ أسبوع كامل حتى يقرأ تفاصيل 91 صفحة اللي قدمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الاتحاد في قضية سعيد المولد. بينما الطرف الآخر اللي هو فهر الطيب وكيل اللاعب واللاعب سعيد المولد ومحاميه قدموا 7 أوراق فقط، 7 صفحات. اطلع القاضي على المسوغات وحكم بإصدار بطاقة دولية مؤقتة للكابتن سعيد المولد. وجاء في حيثيات القرار اللي صدر من الفيفا انه اتحاد كرة القدم السعودي قد فشل في تقديم مبررات مقنعة لمنع تقديم البطاقة الدولية للاعب طوال الفترة الماضية، وتبين للفيفا أن كل ما ذكر في 91 صفحة كانت مبررات لمنع اللاعب سعيد المولد وتعطيله عن اللعب، وحكم للاعب ببطاقة مؤقتة يسجل من خلالها لنادي فارنزيا البرتغالي. ولم يشهد القرار حتى في نهايته، يفترض يقول لك وعلى المتضرر الاتجاه إلى قضية محكمة الكاس، حتى هذه لم تكتب في القرار. طبعا الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو يمثل نادي الاتحاد اللي هو النادي الذي توقيع عقد مع اللاعب سعيد المولد، لجنة أوضاع اللاعبين قالت أنه لا يمكن إجبار لاعب يعني أن ينفذ عقد لا يريد استكماله، وأنه يتحمل النتائج الإدارية والمالية المترتبة على هذا الأمر. النادي البرتغالي لما علم انه في الاوراق ال91 اللي قدمها نادي الاتحاد والاتحاد السعودي كرة القدم تشمل اتهام من اتحاد الكرة ونادي الاتحاد للنادي الاهلي انه دفع 120 الف يورو من اجل تسجيل اللاعب سعيد المولد بشكل صوري، وأنه لم يقدم نادي الاتحاد أو اتحاد كرة القدم أي دليل يثبت أن النادي الأهلي السعودي قد قدم 120 ألف يورو للنادي البرتغالي، سواء إما عبر تحويلات بنكية أو وصولات، ولم يوجد أي إثبات على هذا الكلام. وصدر القرار وقال لك إيش، اللاعب يدفع الغرامات. طبعا هذه تفتح بابين، أولا هتفتح باب كبير جدا، أول شيء يسجل لمحامي سعيد المولد ووكيله فهر الطيب ومن معهم، يسجل لهم أنهم استطاعوا بذكاء أن يدرسوا القانون، مش القانون الرياضي فقط، القانون
في سويسرا وهي بلد الاتحاد الدولي، ايش يقول؟ اي عجز في انظمة الفيفا يتم الاستعانة لتعويض هذا العجز بانظمة القضاء السويسري. والقضاء السويسري في فقرة ايش تقول؟ لا يمكن اجبار اي شخص بعقد حتى وان كان ملزم اذا كان لديه الاستعداد لدفع الشروط الجزائية. النقطة المهمة الان انه اي لاعب محترف في اي مكان سواء في المملكة العربية السعودية او غيرها يستطيع الخروج والغاء عقده اذا ذهب لسويسرا ورفع قضية تحت هذا البند، الا اذا وضعت الاندية شروط جزائية على عقود لعيبتها. يعني مش قضية احتراف، لا، تيجي تحط له اذا عقدك انت 5 سنوات عليك شرط 10 مليون يورو كذا، لما يروح يفسخ عقده لازم يدفع 10 مليون يورو. سعيد المولد عقده زي اي عقد اي لاعب محترف، لا توجد فيه شروط جزائيه، فبالتالي يسجل الحقيقه للجماعه اذكياء، يعني عرفوا من اين تؤكل الكتف يكسبون قضيتهم. الجديد في الموضوع انه سعيد المولد تلقى اليوم عرض من نادي سامسونج الكوري كلاعب اسيوي رابع، قدموا له عرض 650 ألف يورو في عقد لمده سنه واحده.